طيب الاتحاد العام للمصريين في الخارج بيبحث مع وزارة التربية والتعليم المعوقات اللي بتواجه طلاب مدارس البعثة التعليمية المصرية في السودان، وده موضوع مهم جدا أبدا ما كناش نغفله ولا نفوته. معانا على التليفون زميلنا وصديقي العزيز شادي زلطة المتحدث باسم وزارة التربية والتعليم. ازيك يا شادي وكل سنة وانت طيب. وانت طيب يا يوسف، تحياتي ليك وللساده المشاهدين، يا رب دايما بخير. يا رب يخليك يا رب. شادي، يعني كنا بنتكلم على مساله بحث المعوقات المتعلقه بطلابنا او ما الموجودين في البعثات التعليميه المصريه في السودان، الى ماذا وصلتم والى ماذا انتهيتم؟ الحقيقه يا يوسف ان يعني منذ اليوم الاول للازمه والاوضاع في السودان، ودكتور رضا حجازي حريص على المتابعة الدقيقة والمستمرة لأوضاع البعثة التعليمية المصرية في السودان والطلاب المصريين في السودان. وطبعا يعني احنا الأسبوع اللي فات دكتور رضا حجازي أصدر عدة قرارات هامة بهذا الشأن، كان أهمها وأولها هو القرار بتأجيل امتحانات الثانوية العامة للطلاب المصريين في السودان أو لطلاب البعثة التعليمية المصرية في السودان. حلو. اللي موجودين في المدارس البعثة التعليمية المصرية. وطبعا ده يعني التأجيل ده لحين استقرار الأوضاع يعني، أما يعني الإجراءات المكملة اللي أصدرها بعد كده إن هي متعلقة باستقبال الطلاب المصريين العائدين من السودان، طلاب الثانوية العامة، واستقبالهم وفي الإدارة العامة للامتحانات للتسجيل في امتحانات الثانوية العامة عشان يقدروا يدخلوا امتحانات الدور الأول، أو كمان يقدروا يدخلوا امتحانات الدور الثاني لو حبوا إن هم يعني يأجلوا للدور الثاني مع الحصول على الدرجات الفعلية الكاملة للامتحان. لأن احنا الدور الثاني طبعا معروف إن هو الطلاب اللي بيدخلوه بيبقى في الوضع الطبيعي إن هم بيحصلوا على 50% من الدرجة فقط. ولكن هو استثناء للطلاب الثانوية العامة العائدين من السودان يدخلوا الامتحانات الدور الثاني لو حبوا او رغبوا في ذلك، علشان يبقى عندهم فرصه انهم يرتبوا اوضاعهم ويقدروا يذاكروا لحد امتحانات الدور الثاني في شهر اغسطس. جميل جميل. طيب ده بخصوص طلاب الثانويه العامه، هل انا عندي طلاب في درجات او في سنين دراسيه اقل من الثانويه العامه ولا لا؟ قصدك على صفوف النقل؟ اه بالظبط. صفوف النقل ليها قواعد متعارف عليها، يعني هي بتتم على مدار السنه في الوضع الطبيعي. بعض اولياء الامور واولادهم اللي مغتربين في الخارج وبيرجعوا فجاه مثلا، او بيقطعوا وجودهم في الخارج ويرجعوا لمصر عشان يستقروا هنا، بيتوجهوا طبعا للمديريات التعليميه والادارات التعليميه ويقدموا الورق المطلوب عشان يرجعوا المدارس بتاعتهم. وده امر طبيعي ما فيهوش يعني له قواعد متعارف عليها، ما فيهوش اي مشاكل. ولكن طبعا كان التركيز على طلاب الثانويه العامه، طبعا بما ان امتحان الثانويه العامه ليها اجراءات معينه واجراءات خاصه. حقيقه كمان ان في اطار المتابعه يعني الدكتور رضا حجازي عمل امبارح اجتماع عبر الفيديو كونفرنس مع الاتحاد العام للمصريين في الخارج، وحضروا كمان بعض الطلاب المصريين العائدين من السودان واولياء امورهم، وبعض الطلاب ايضا من الثانويه العامه اللي في السودان. وكان الحقيقه عندهم استفسارات كثيره متعلقه بطبيعه اوضاعهم الفتره اللي جايه وهيعملوا ايه لما يرجعوا. الحقيقه الدكتور رضا حجازي كان حريص على شرح كل التفاصيل الخاصه بيهم خلال الاجتماع دوت او خلال المقابله عبر الفيديو كونفرنس، وطمئنهم للغايه واكد عليهم ان هم كل الاجراءات متسهله لهم، وفي تنسيق تام ما بين وزاره التربيه والتعليم ووزاره الهجره والخارجيه عشان خاطر بمجرد عودتهم ان شاء الله يتم استقبالهم في ديوان عام الوزاره الاداره العامه للامتحانات، ويعني يتم ايضا تيسير كل الاجراءات الخاصه باعاده تسكينهم في مدارسهم القديمه او دخولهم امتحانات الدور الاول او الدور الثاني باذن الله. باذن الله. كان في نقطه مهمه كمان يا يوسف، وهي متعلقه بالطلاب الثانويه السودانيه. الطلاب اللي هم كانوا التابعين للنظام الثانويه العامه السودانيه. السودان. دي نقطة تم نقاشها، والوزير أوضح في الموضوع ده إن الطلاب الراغبين في الانضمام لمنظومة التعليم المصرية عليهم إن هم يعملوا معادلة، يعني لما يجوا مصر أو دخلوا مصر أو عادوا لمصر يعملوا معادلة علشان خاطر يقدروا ينضموا لمنظومة التعليم المصرية. كويس جدا. وفي الحالة دي يتعمل لهم بقى عملية دمج داخل المدارس المصرية. بالظبط.
طيب ده شيء رائع جدا، ربنا يوفقكم، وتحياتي ليك كما جرت العاده شادي، وتحياتي للدكتور رضا حجازي وزير التربيه والتعليم، اشكرك جدا 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 وشكرا لكم على هذا الجهد الحقيقه، وكمان انه في متابعه مستمره لهذه الامور.